اكتشف علماء الجيولوجيا أثناء حفرهم في الغطاء الجليدي الضخم في غرب القارة القطبية الجنوبية بقايا نظام نهر قديم كان يتدفق في الماضي لمسافة تقرب من 1000 ميل. يقدم هذا الاكتشاف لمحة عن تاريخ الأرض ويشير إلى كيف يمكن للتغير المناخي الشديد أن يغير الكوكب، وفقاً لنتائجهم التي نشرت في 5 يونيو في مجلة ساينس أدفانسز. وقال يوهان كليجس المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الرواسب في معهد الفريدة فيجنر ومركز هيلمهولتز لأبحاث القطب الشمالي والبحرية في ألمانيا لموقع لايف ساينس، إذا فكرنا في تغير المناخ الشديد المحتمل في المستقبل فنحن بحاجة إلى التعلم من الفترات في تاريخ الأرض حيث حدث هذا بالفعل. بين 34 مليون إلى 44 مليون سنة مضت، وهي الحقبة المعروفة باسم العصر اليوسيني الأوسط إلى المتأخر، تغير الغلاف الجوي للأرض بشكل جذري. ومع انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون، تسبب التبريد العالمي في تكوين الأنهار الجليدية على الأرض الخالية من الجليد. ويهتم العلماء بالتحقيق في كيفية تطور هذا الحدث المناخي الكبير في القارة القطبية الجنوبية، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون على الأرض بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان. وكانت كمية ثاني أكسيد الكربون خلال أواخر عصر الأيوسين ضعف الكمية التي لدينا اليوم تقريباً، ومع ذلك قد تكون مماثلة للمستويات المتوقعة بعد حوالي 150 إلى 200 عام إذا استمرت مستويات الغازات المسببة للانحداث الحراري في الارتفاع كما قال كليجس. ولكن الكشف عن الماضي أثبت أنه أمر صعب، فمعظم غرب القارة القطبية الجنوبية اليوم مغطى بالجليد، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الصخور الرسوبية التي تشكل أهمية بالغة لدراسة البيئات المبكرة. وكثيراً ما يعتمد الجيولوجيون على نوع الحبوب والمعادن والحفريات المحاصرة داخل هذه الرواسب لتحديد نوع الظروف التي تميز المنطقة. في عام 2017 اجتاز كليجس وعلماء آخرون على متن سفينة الأبحاث بولارستيرن الجزء الجنوبي من تشيلي. عبر ممر دوريك الوعرة إلى الجزء الغربي من القارة الجليدية، وباستخدام معدات الحفر المتقدمة لقاع البحر انطلق كليجس وفريقه لجمع عينات من الرواسب اللينة والصخور الصلبة داخل قاع البحر المتجمد. بعد الحفر على عمق حوالي 100 قدم 30 متراً في قاع البحر، استعاد الباحثون الرواسب ذات الطبقات من فترتين مختلفتين. وبحساب نصف عمر العناصر المشعة مثل نسبة اليورانيوم والرصاص في الرواسب، وجدوا أن الجزء السفلي من الرواسب تشكل خلال منتصف العصر الإطباشيري منذ حوالي 85 مليون سنة. واحتوت هذه الرواسب على حفريات وجراثيم وحبوب لقاح مميزة للغابات المطيرة المعتدلة التي كانت موجودة في ذلك الوقت. أما الجزء العلوي من الرواسب فقد احتوى في الغالب على رمال من منتصف إلى أواخر عصر الأيوسين منذ حوالي 30 إلى 40 مليون سنة. وعند الفحص الدقيق تعرفوا على نمط طبقي قوي في طبقة الرمل في عصر الأيوسين يشبه تلك القادمة من دلتا النهر، وهو مشابه جداً لما قد يواجهه المرء في نهر الميسيسيبي أو ريو غراندي كما قال كليجس. أجرى العلماء تحليلاً للمؤشرات الحيوية للدهون، حيث قاموا بقياس كمية الدهون والسكر في الرواسب، ووجدوا جزيئاً فريداً يوجد عادةً في البكتيريا الزرقاء التي تعيش في المياه العذبة. وأكد هذا الاكتشاف شكوكهم في أن نهراً قديماً كان يمر عبر القارة.